أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صالح الأخلاق. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، هذا العنوان هو من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذه رواية من روايات الحديث. الرواية المشهورة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في حديث آخر في الأدب المفرد، الأدب المفرد كتاب للإمام البخاري، رقم الحديث 273: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أيها الإخوة الكرام، أخواتي الكريمات، لازم نعمق النظر في هذا الحديث ونخرج بخلاصات، دي سنتيز، خلاصات مهمة. الإسلام كل متكامل، الإسلام كامل. ربي قال في القرآن في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن فالدين قد اكتمل. الدين ينكمل في أربعة مسائل. الدين اكتمل في أربع مسائل كبرى. الأولى المجال الإيماني، الإيمان، لا فوا. الحمد لله ربي واحد ما عندوش شريك. نقول في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، ربي وذو رسالة. إنسان لازم يعرف لو كرياتور، يعرف الخالق، يولد ربي واحد. الآيات كثيرة، ربي قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال في سورة البقرة الآية 256: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، النتيجة، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. سلك لما من برب سبحانه وحده، هذا هو الساس، هذه هي الباز، المنطلق، وهو الأصل الأصيل الجامع بين جميع الكتب السماوية. يعني كل الكتب السماوية نطقت بهذا، جميع الأنبياء، لي بروفيت، لي ميساجي، وديش كاع ربي سبحانه، كلهم قالوا بلي ربي واحد. أذكر على سبيل المثال كما في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واش نفهمون هذه الآية؟ جميع الرسل اللي بعثهم ربي سبحانه قالوا بلي ربي واحد، ربي وليس شريك. الآية واضحة.
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نحن كأمة، ربي قال كما في سورة الأنبياء الآية 92 إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أربيون وليس عشيك. مسألة مهمة ديال المنطلق، سيدي لاباز، لاباز سوليد، الأساس المتين. الدين قد اكتمل. المجال الثاني المجال التعبدي، عبادات. ربي قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سورة الذاريات الآية 56 سبحان الله، ربي سبحانه جاب هذه الآية في واحد الموقع بطريقة عجيبة، بعد ما دار رحلة باش الإنسان يخدم عقله، بنادم اللي يستخدم اللغز، وردت كلمة التعقل والتدبر والنظر في القرآن أكثر من ألف مرة. ربي يعود كلمة النظر والتدبر. أذكر المثال في سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. عقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. الواحد يوحد ربي سبحانه، يقرأ هذا الكون كتاب الله المفتوح بالنظرة، كي يتأمل ويتدبر يمن بربي سبحانه. هذه السماوات وهذه الجبال وهذه الأرض وهذه المجرات والبحار والأنهار والطيور، واش خلق ربي كامل؟ سبحان الله. لازم الإنسان يصل إلى النتيجة، يوصل للنتيجة يمن بربي سبحانه عز وجل. خطر الكتاب كتابان، كتاب مقروء القرآن الكريم دول ربي، وكتاب منشور مفتوح اللي هو الكون. آيات كثيرة نقرأ مثلا في سورة فصلت الآية 53، واش قال ربي سبحانه؟ سنريهم آياتنا في الآفاق لونيفير وفي أنفسهم. معناتها ممكن واحد ماشي حتى يقرأ الأسترونومي باش يفهم الآيات، أكيد اللي قرأ الأسترونومي يفهم أكثر، عنده وسائل عنده أدوات، ولكن أي واحد ينظر يتسوالي سوال نساء اليمن صربي، كي ينظر في هذا الكون يقول سبحان الذي خلق وأبدع، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لذلك القرآن يأخذ بالعقول باش الإنسان يخدم عقله ويوصل نتيجة يقينا. نرجع سورة فصلت الآية 53، سنريهم آياتنا، آيات للسين، آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. في أنفسهم الإنسان يوحد ربي، كيفاش هذا اللسان يهدر يخرج كلمات، كيف هذه الأذن تسمع وتميز بين الأصوات، قال هذا صوت فلان هذا صوت فلان إلى آخره. هذا العقل، هذا كل واش عطانا ربي، هذه الأيدي التي تتحرك، الرجلين هذو اللي يمشيو ترونسبور، يعني الرجلين هما ترونسبور تاع بنادم يروح وين يحب برجلي، هذه كلها نعم. والواحد يوحد ربي في الخلق، كيفاش ربي خلقه يوصل للنتيجة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، النتيجة حتى يتبين لهم أنه الحق، سيؤمن بالله يقينا. لذلك الحمد لله كان كثير اللي دخلوا الإسلام واعتنقوه، أنتم أعرف بهذا، دخلوا الإسلام من أوسع الأبواب وربي يهدي جميع الخلق. خطر النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، سورة الأنبياء الآية 107 ربي قال وما أرسلناك إلا رحمة
للعالمين كل الكائنات. نقرأ في سورة ياسين الآية 36 سبحان، كلمة سبحان تعظيم، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. نسبحوا ربي ونوحدوه ونعظموه اللي خلق هذه الزوجية المبثوثة في الكون، في عالم البشر بني آدم كاين راجل امرأة ذكر وأنثى، في عالم الحيوان، في عالم النبات، في عالم السحاب، في عالم الذرة، في جميع العوالم ما نعلم وما لا نعلم. علاش ربي قال ومما لا يعلمون؟ باش يبقى دائما علم البشر قاصر قليل. ربي قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أين نسين أكثر بين السن أتسمي لك مسنين تخلقي مرة إي مسنة والمرة ورزميرنا أديني نسين كل شيء. لا يمكن للإنسان أو للبشر مهما ارتقت علومهم باش يقولون عرفوا كل شيء. لذلك ربي قال ومما لا يعلمون، باش يبقى هذا الإعجاز القرآني قائما إلى الأبد. لذلك الأصل الأصيل هو هذا. والآيات كثيرة في سورة الذاريات الآية رقم 7 والسماء ذات الحبك، أو دلغك لعقلك هذه وحدة ربي ذكينوان السماء الآية 7. الآية رقم 20 وفي الأرض آيات للموقنين، ماشي غير قالوا لاغرونومي اللي يفهموا هذه المسألة، لا لا، ولا لا جيولوجي طبقة الأرض، أي واحد ينظر يتأمل يدرك الحقيقة، ولكن المتخصص أكثر عنده أدوات لا يملكها غيره. الآية 20 وفي الأرض آيات للموقنين، الآية 21 وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقول لك أنا ما نقراش أسترونومي، ما نقراش لا جيولوجي، ما نقراش لا جرونومي. شوف بارك روحك توحد ربي في الخلق كيف خلقك ربي سبحانه. الآية 21 وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الآية 22 وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذا الأمطار اللي تنزل سبحان الله، كاش نهار لقيتو فلاح زرعها وبعدين نبتها، الفلاح يزرع ويحرث خلاص، وبعدين ربي سبحانه أمر السماء فأمطرت وأمر الأرض فأنبتت. ربي سبحانه يعطي الأمر نتاعو للسماء باش تنزل المطر، وربي سبحانه أعطى الأمر للأرض باش تنبت القمح والشعير والخير وما شاء الله. يلا وفي الأرض قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. روح حتى توصل الآية 49 ربي قال ومن كل شيء خلقنا زوجين، وهذه نربطها بالآية 36 من سورة ياسين سبحان الذي خلق الأزواج كلها. الآية رقم 50 عجيبة والقرآن كله عجب، ربي قال ففروا إلى الله يقينا، لتبع لفيد الروت اللي موجودة في القرآن يوصل للنتيجة يا من برد. ربي قال في الآية 50 قال ففروا إلى الله، وين نهرب؟ نروح لربي، نروح لربي معنى نؤمن به نوحده نعبده ونجتهد ونتعاونه حتى العبادة، لو كان ما تعاونوش كاين منا اللي يفشل اللي يعيا. ذلك ربي قال وتعاونوا على البر والتقوى. الآن بعد ما فهمنا هذا في الآية رقم 55 واش قال ربي سبحانه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنا عمي إنسان ينسى، واذكر ربك إذا نسيت الآية وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الآية 56 قالت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المجال الأول خلاص المجال الإيماني، الثاني المجال التعبدي، المجال الثالث هو المجال التشريعي يعني الكوتي جوريديك في الشرع، كاين الحلال كاين الحرام، لا ما كاين.
يجي واحد يتعامل بالربا تقول له لا، ربي قال في سورة البقرة فيرسي 275 قال وأحل الله البيع وحرم الربا. فرا علاش هذا كاين محرمات كاين حلال وطريق واضحة. ربي قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وحنقول في سورة الفاتحة يهدينا الصراط المستقيم، هكذا نقولوا. ولكن بعد قال صراط الذين أنعمت عليهم، شكون الذين أنعم الله عليهم؟ شكون هذو؟ كاين كات كاتيجوري أربع أصناف أرون في سورة النساء الآية 69 من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، النتيجة وحسن أولئك رفيقا. أما السعد بني سعد وقال لك يرفق نيس، كل شيء واضح. الجانب التشريعي، وهنا نقول لكم سر الشريعة راهي موجودة من بطن الأم إلى بطن الأرض، من البطن إلى البطن. وش معناتها؟ معنى الإنسان كي كان في بطن أمه جنين، الشريعة أعطت له حقوق وضبطت الأمور مليح. مثلا كان أمور أحكام شرعية خاصة بالجنين، زيد كي يزيد وكي يكبر ويدير تجارة وإلى آخره ويتزوج وبعدين حتى يقولك هاو مات وهكذاك، الشريعة ما خلاتوش، قالك لازم تغسلو وتلبسو الكفن وتصليو عليه وتدفنوه وتعزيو مواليه وتدعيو له هكذا. وسبحان الله من البطن إلى البطن، مما بلو كان يموت بعد 100 سنة عنده كرامة، لاتر إمام يسعى الكرامينس يسعى الفرمينس. النبي صلى الله عليه وسلم يتكسر عظم الميت ككسره حيا. ايه راك دير لي فوي وراك تحفر باش تبني ولقيت عظام نتاع الميت، حاذر ما تكسرهاش بالتراكتور ولا بالفوكنا ولا لا لا، عنده حرمة يسعى الكرامة، عنده كرامة لا ديميتي، عنده كرامة. وقالها ربي في سورة الإسراء الآية رقم 70 ولقد كرمنا بني آدم، كرامة الإنسان في آدميته. وكاين الكاتريان فولي الآخر اللي هو الجانب الأخلاقي، الأخلاق معناتها باش يكتمل الدين لازم الجانب الأخلاقي لي فالور القيم صرف قام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي أحاديث كثيرة في الأدب المفرد وحده برك، ربي قال في رقم 270 قال ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، يعني الحسنات نتاع الأخلاق عالية جدا. وبعدين أرشدنا قال وتبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني كي تتبسم يعني هكذا أمام الناس البسمة راهي صدقة، سبحان الله. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري ومسلم. سمحوا لي في حكمة تقول الابتسامة هي اللغة الوحيدة اللي ما عندها ما تحتاج إلى ترجمة، جميع لغات العالم تحتاج إلى ترجمة، تقول أي كلمة بأي لغة يقولك ما فهمتهاش. ولكن البسمة تبتسم قدام أي واحد ما يفهمش اللغة نتاعك ولكن يبتسم لك ويفهم بأنك راك تبتسم له، معنى هي السيفيزم ديجا في حضارة باش تبسم قدام خوك قدام الناس. وثانيا عندك حسنات في ميزان الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال وتبسمك في وجه أخيك صدقة. المعاملات أخذت حيز كبير في الإسلام، أخذت مجالا كبيرا في الإسلام باش نهتم بهذه المنظومة التربوية الأخلاقية اللي ربي سبحانه قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم
في الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام وصانا باش يكون عندنا أخلاق عالية، وقال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.